تابع قضائيا هاد الناس المنتحرين ديال الصيف، وبالتالي فالهيئه راه من الصباط هي اللي تابعت. دونك دكتور محمد حجيره رئيس مجلس وطني لاطباء الاسنان الوطنيه، هذه الندوه الصحفيه كنعقدوها اليوم من اجل دق ناقوس الخطر حول هذه الظاهره هذه اللي ماشي جديده، اللي هي قديمه بزاف، ولكن الجديد هو ان القبض على هذيك العصابه الاسبوع الماضي اللي كتنشط في هذا المجال ديال الممارسه الغير مشروعه على طب الاسنان، واللي كانوا عواقب وخيمه على صحه المواطنين، وكان فيها حتى النصب والاحتيال بالنسبه للصناديق المدبره ديال التعويضات الصحيه اللي هي لاكنوبس ولا سينس. التدابير اللي قمنا بها وكنقوموا بها هو دائما كنصيفطوا كنخبروا السلطات العموميه، ودائما في نفس المنهاج ان راسنا السيد وزير الداخليه وراسنا الساده الولاه والعمال في هذا الموضوع. هذا الناس هادو الغالبيه ديالهم فاتحين بدون ترخيص، والقدام كانوا عندهم تراخيص يا اما من عند الجماعات يا اما من الصناعه التقليديه، اما حاليا راه ما عندهمش ترخيص. لا، هو هنا كيخدموا مع الاطباء، هادو متواطئين معاهم، ولكن كاين دي بروتيزيست اللي كيخدموا مع الاطباء وكيخدموا داك الشيء اللي خصهم يخدموه، يعني كيخدموا مع الطبيب كيصاوبوا لنا مثلا لي بروتيز اللي كنخدموا بهم. هادو دي بروتيزيست محترمين اللي كنتعاملوا معاهم كيتعاملوا معنا وكنحترموهم، ولكن اون فوا كيولي كيشتغل في فم المريض كيولي خرج على الاختصاصات ديالو. دكتور امين توفيق رئيس المجلس الجهوي للجنوب لهيئه اطباء الاسنان الوطنيه، احنا اليوم في ندوه صحفيه اللي دارتها الهيئه الوطنيه لاطباء الاسنان، وكما استمعتوا التصريح ديال رئيس المجلس الوطني حول القضايا اللي تارت مؤخرا في الاعلام حول الممارسه الغير مشروعه لطب الاسنان وانتحال صفه وكذلك تزوير في وثائق، هذا المشكل ماشي جديد، هذا المشكل قديم، ولكن فقط مادام الفرقه الوطنيه دخلت على الخط والاشكال ديال الارهاب بان على السطح. وحنا كنا دائما كنادوا ان راه كاين عندنا اشكال ديال ممارسه غير مشروعه لطب الاسنان، وكنراسلوا السلطات وكنعلموا وزاره الصحه باش يلقاو حل لهذا الاشكال. هو الحمد لله ان هذا المشكل ماشي متفاقم، يعني قله قليله اللي متواطئه وكتمارس هذه الممارسات الغير اخلاقيه، وحنا كهيئه وكمجلس جهوي عندنا يعني الرقابه على هذه الاطباء الاسنان، وعندنا المجلس التاديبي، واي طبيب اسنان يخل بالنظام العام ديال قطاع طب الاسنان فيتم يعني متابعته من طرف المجالس التاديبيه، وعندنا في هذا الاطار مجموعه ديال التشطيبات على اطباء الاسنان من جدول الهيئه لانهم اخلوا بالواجب المهني ديالهم. الرساله اللي نقدر نوجهها للمواطن المغربي وهو انه يحتاط من عند من كيداوي عنده، لان المغاربه يستاهلوا يداووا بمواصفات عالميه عند طبيب الاسنان. مشى الوقت اللي كان المغربي كيداوى عند صانع الاسنان، لان هذه الظاهره جاتنا من الاستعمار. في عهد المستعمر كان الطبيب يعني المواطن المغربي كيداوى عند صانع الاسنان، والمواطن الفرنسي المستعمر هو اللي كان عنده الحق يمشي عند طبيب الاسنان، هذا كان قانون ديال 1912. حان الاوان اننا هذه الظاهره نتخلصوا منها، وخصوصا ان صاحب الجلاله نصره الله كيشرف على الورش ديال التغطيه والحمايه الاجتماعيه، وحنا كقطاع طب الاسنان خصنا حتى حنا نساهموا في انجاح هذا الورش.